السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم سأقدم لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة وآمنة للتخلص من الكرش والبطن البارزة، أيضا تساعد على خسارة الوزن في وقت سريع جدا وفي وقت قياسي جدا. هذه الطريقة لا تتطلب منك أي نوع من الرجيم أو اتباع نظام غذائي خاص أو أي شيء آخر. قلت الطريقة سهلة جدا بسيطة وآمنة وصحية 100%، يعني تصلح لأغلب الناس، فقط الناس الذين عندهم نسبة من الكوليسترول العالي ممكن أنه لا تصلح لهم هذه الوصفة، لأننا سنحتاج فيها إلى البيض، ونعلم جيدا أن البيض ممنوع بالنسبة للأشخاص الذين عندهم نسبة من الكوليسترول العالي. قبل ما أبدأ في هذه الطريقة البسيطة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الناس الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح وأسهل الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة التي عودتموني بها دائما. بالنسبة لهذه الخطوة أو هذه الطريقة التي أستعملها لإنقاص الوزن، سنحتاج فيها إلى البيض المسلوق. نحتاج حبتين من البيض المسلوق، سيكون عبارة عن وجبة للإفطار يوميا. هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها حتى تنجح الوصفة 100%، منها أولا أننا نتناول يوميا مقدار كوب أو كوبين من الماء الدافئ. إذا كان على الريق، إذا كان متوفر عندنا الليمون، ممكن نعصر عليه قطرات من الليمون ونتناوله يوميا على الريق. بالنسبة لوصفة اليوم ستكون عبارة عن وجبة إفطار، سنحتاج فيها إلى حبتين من البيض المسلوق، يعني كل يوم نتناول حبتين من البيض المسلوق بدون أي إضافات، خاصة الملح لا نضيف له الملح نهائيا، لأن الملح إذا أضفناه إلى البيض سيسحب منه جميع المواد خاصة الكالسيوم الموجود في البيض. قلت نتناول حبتين من البيض المسلوق يوميا كوجبة إفطار، يعني لا نتناول معه أي شيء آخر، نستمر عليها على هذه الوجبة يوميا. نحاول أيضا الإكثار من شرب الماء خاصة قبل الوجبات، وقلت إذا كان متوفر الليمون نعصر عليه قطرات من عصير الليمون. نستمر على هذا الإفطار يوميا، وستلاحظون من خلال الأسبوع الأول أنه فقدنا الكثير من الوزن. هذه الطريقة يعني صحية وآمنة 100%، لا تحتاج قلت إلى أي ريجيم أو ممارسة رياضة، مع أنه الرياضة مفيدة جدا للإنسان، يعني إذا سمحت لنا الفرصة دائما أن نمارس فيها الرياضة. هذه هي الوصفة أو الطريقة، نستمر عليها يوميا إلى الحصول على النتيجة المطلوبة. أتمنى أنه الفيديو أعجبكم، وأتمنى أنه الطريقة أفادتكم أو ستفيدكم إن شاء الله في الأيام القادمة. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.